بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي أخواني جميعا اللي اشتركوا أو راح يشتركون بهاي الورشة، أتمنى أن تنال رضاكم. وهذه الورشة هي ورشة تعقد من قبل قسم تقنيات الصيدلة عنوان الورشة هو الانزيمز، وبداية الورشة راح تكون ابتداء من اليوم ان شاء الله، وهو يوم الاحد 2/4 ولمدة 3 ايام، يعني اليوم وبكرة ان شاء الله وبعد بكرة نختم الورشة. وراح الورشة ما تكون طويلة لانه انتو صيام، وبهالمناسبة احب ان اتمنى لكم صيام مقبول وإن شاء الله قبول الطاعات، وإن شاء الله الاستفادة من الورشة. طبعا رابط الحضور راح ينزل إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. وهذه الورشة بدايتها راح تكون يوميا الساعة 9. طبعا بالبداية هاي الورشة راح تتضمن عدة فقرات أو محاور أو مواضيع. في كل يوم راح نتطرق إلى المواضيع اللي تتضمنها الورشة. طبعا المحور الأول اللي راح تتضمنه هاي الورشة مثل ما تشوفون، المواضيع اللي راح تتضمنها هي الهيستوري اوف انزيم، ناخذ فكرة بسيطة مبسطة عن تاريخ الانزيمات، الكلينيكال انزيمولوجي علم الانزيمات السريري، والانزيم كعائلة شنو تعريفها، بعض الخواص المهمة لهاي الإنزيمات properties of enzyme اللي تتضمن الactive site، الcatalytic efficiency، specificity، hollow enzyme regulation، location within the cell، وغيرها من الأشياء اللي هي تندرج تحت عنوان properties of enzyme. ثم ننتقل إلى الإنزيم كلاسيفيكيشن، تصنيف الإنزيمات عن نيمونكليتشر والتسمية مالتها، واللي راح تتطرق بها إلى أنواع التسمية اللي هي ريكومندد نيم والسيستميك نيم. هاي أغلب أو أهم الأوبجكت اللي راح نشوفها بهاي الورشة أو بهذا اليوم اللي هو يوم الأحد من المصادف 2/4 في اليوم الأول من هاي الورشة. طبعا محاضر الورشة راح أكون أنا إن شاء الله دكتور وجيه خاتشي، وأتمنى أن تنال رضاكم. وراح أنطلق بالبداية بالورشة بالعنوان الأول اللي هو الهيستوري أوف إنزيم. الآن هسه راح نجي إلى الهيستوري أوف إنزيم. طبعا نلاحظ هنا هاي الصور إلى العديد من العلماء وغيرهم اللي ساهموا أو مشوا رحلة اكتشاف الإنزيمات، حيث أنه بحلول القرن 17 بدايات القرن 18 كانوا يعرفون أن هضم المعدة للحم يتم بواسطة إفرازاتها، وتحويل النشا إلى سكر يتم عن طريق المستخلصات النباتية واللعاب، بس آلية هاي التحويلات كانت مجهولة. اشتغلوا العلماء، وكان أول شغل أو أول اكتشاف لأول إنزيم هو من قبل العالم أنسيم بياين اللي هو عالم فرنسي، اشتغل واكتشف إنزيم الدايستيز. هذا الإنزيم الدايستيز بسنة 1833. استمرت عمليات المحاولة لاكتشاف الإنزيمات إلى حين وصلت إلى باستور اللي لويس باستور اللي اشتغل على وقال انه هناك قوة حيوية هي السبب، يعني اللي هو كان يشتغل على تخمر السكر وتحويل الكحول بواسطة الخميرة فاستخلص او وصل الى نتيجة لويس باستور ان هناك قوة حيوية هي تسبب هذا التخمر، وهي موجودة في خلايا الخميرة، وأطلق عليها اسم التخمر.
واعتقد ان التخمر وظيفه موجوده فقط في الكائنات الحيه. وكتب باستور ان التخمر الكحولي فعل مرتبط بحياه وتنظيم خلايا الخميره، ما مرتبط بموت او تعفن هذه الخلايا. طبعا هذا الكلام استمر واجا بسنه 1926 العالم جيمس سيمنز. هذا جيمس سيمنز اكتشف انزيم اليوريز بروتين، وقال ان هذا الانزيم اليوريز بروتين هو انزيم ينقى قام تنقيته وبلورته. ومن قام تنقيته وبلورته سوى نفس المثل او العمل مثل بسنة 1937 مع انزيم الكاتاليز. ثم اثبت جون هوارد وفيندل مرديث كذلك على العمل على انزيم البيبسين الهاضم 1930 وانزيم الكيموتريبسين والتريبسين، واثبتوا ان هاي البروتينات نقيه ويمكن ان تكون انزيمات. وذول الثلاثه حصلوا على جائزه نوبل بالكيمياء عام 1946. هاي البلوره، هاي اكتشاف البلوره للانزيمات، ممكن ان اكتشف البلوره بالانزيمات من خلال تحليل بنى الانزيم، مكنت هذا الاكتشاف ان ندرس البلورات، وبدايه كانت لحقل البيولوجيا الهيكليه وبدايه لجهود فهم كيف تعمل هذه الانزيمات على المستوى الذري. طبعا لابد الاشاره الى العالم اللي الفيزيائي الالماني فيلهام كون. هذا فيلهام كون اللي هو اكتشف او خلص الى اسم او مصطلح انزيم للمره الاولى، وقال هذا الانزيم هي عباره عن محفزات بيولوجيه، وكانت تسمى سابقا بالفرمت الخثره او الخميره، واسمها جاي من الاحرف الاغريقيه اي ان اغريقيه اللي هي ان، وزايم انزيم اللي هي تانيست، وادبيا تعني الكلمتين هي تعني المخمر او في الخميره، المخمر او في الخميره. ولذلك هو راح يعني يكون استخدم هذا المصطلح اللي يدل على النشاط الكيميائي تقوم به الكائنات الحيه. هذا ملخص بسيط وكلش مختصر لتاريخ الانزيمات. طبعا لهنا هذا المحور الاول اللي حبيت ان احكي به عن تاريخ الانزيمات. الان بعد ان اخذنا الفكره عن الهيستوري للانزيمات، راح نبدي بمصطلح الكلينيكال انزيمولوجي. الكلينيكال انزيمولوجي هو عبارة عن is the application of the science of enzymes to the diagnosis and treatment of disease. إذن هو عبارة عن مصطلح أو عبارة عن علم تطبيقي لعلم الإنزيمات لغرض التشخيص والمعالجة الأمراض in medicine بالطب. As biomarker enzyme is a biological compound باستخدام الإنزيمات كمعلمات أو عبارة عن ماركرات للتحري عن المركبات الحياتية واستخدامها كإنديكيتر للبارتيكولر ديزيز ستيت لحالات مرضية خاصة أو لسم أوذر بيولوجيكال ستيت أو أو بعض الحالات الفيزيولوجية للكائنات الحية. أما هذا بالنسبة للإنزيمولوجي، كلينيكال إنزيمولوجي. أما بالنسبة للإنزيمز، فتعريف الإنزيمات هي are specific biological protein، هي عبارة عن بروتينات حيوية خاصة ذات كاتاليز اللي تساعد أو تحفز البيوكيميكال رياكشن
تفاعلات الحياتية without altering بدون أن يتغير الـ equilibrium point نقطة التوازن للتفاعل of the reaction or being concerned وبدون أن تستهلك or change in composition أو يتغير تركيبها. يعني الإنزيم يدخل للتفاعل يحفزه ويسرع التفاعل بدون أن يغير من نقطة التوازن ولا هو يتغير أو يستهلك، يعني يغير تركيبه أو يستهلك، فيدخل للتفاعل يحفز يسرع أو يطلع من التفاعل كما دخل أو بدون تغيير على تركيبه أو قلة بكميته اللي دخلت. The other substance in the reaction are converted to product وبالنتيجة بقية المواد راح تتحول إلى شنو؟ إلى product، إلى نواتج. كيميائيا الإنزيمات، هذا تركيب الإنزيمات وهي عبارة عن بروتينات، فهي عبارة عن بروتينات كروية globular تكون عبارة عن ثلاثية الأبعاد وتكون من أنواع البروتينات التركيبية الثلاثية والرباعية. إذا most enzymes are three-dimensional globular proteins tertiary and quaternary structure تكون تركيبات ثلاثية أو رباعية. طبعا الإنزيمات تكونها تكون على نوعين، ممكن تكون intracellular أو extracellular enzymes. نجي على intracellular enzymes الإنزيمات اللي داخل الخلايا، فهي الإنزيمات اللي تصنع synthesized and return in the cell في الخلايا for the use of cell itself لاستخدامها من قبل الخلية نفسها. وهاي تتواجد هاي الإنزيمات بالسيتوبلازم بالنيوكلياس بالميتوكوندريا وبالكروموبلاست. من أمثلة هاي الإنزيمات اللي تكون intracellular تصنع داخل الخلية وتستخدمها الخلية بنفسها هي إنزيمات الأوكسيدوريدكتيز، ومن اسمها أوكسيدوريدكتيز يعني إنزيمات الأكسدة والاختزال اللي تحفز تفاعلات الأكسدة الحياتية. الإنزيمات تساهم في اختزال وإنزيم يشارك في عملية الاختزال في الميتوكوندريا. هذا النوع الأول من الإنزيمات حسب موقعها من الخلايا. أما النوع الثاني هو الإكسترا سيلولار إنزيم، إنزيمات اللي تكون خارج الخلية وهي اللي تصنع في الخلايا، ولكن شنو؟ تنفرز من الخلايا حتى تعمل خارج الخلايا. خارج الخلايا مثل إيش أمثلتها؟ هي الإنزيمات الهاضمة اللي تنتج مثلاً بواسطة البنكرياس are not used by the cell in the pancreas، ولكن ما تشتغل دخل على بطهية، ولكن شن تنتقل إلى الاثنى عشري وتشتغل هناك. هاي نوع من أنواع الإنزيمات اللي شنو تكون extracellular enzyme. هاي بالنسبة لفكرة عن الإنزيم clinical enzymology والإنزيمز والأنواع الإنزيم الإكستراسيلولار والإنتراسيلولار إنزيم. الآن حسب الأوبجكتيف اللي خدناها في أول بداية هذه العرض التقديمي لهذه الورشة، أنه أكو هناك general properties of enzyme خواص عامة للإنزيمات. طبعا تقريبا 10 خواص راح نتدرج بيهم ناخذهم، وهي متسلسلة ابتداء بالنقطة الأولى اللي تقول أنه enzymes are proteins built inside the cell and act as biological catalysts to accelerate the rate of biochemical reaction. إذن النقطة الأولى تحكي أنه الإنزيم ينبني داخل الخلايا ويفعل أو يعمل كمحفز حيوي إلى لتسريع معدل التفاعلات الكيموحياتية. ثاني شيء أو ثاني خاصية من خواص الإنزيمات أنه enter the reaction in a small quantity، إذن هو يدخل بالتفاعلات بكميات صغيرة بدون أن يصير بيتشينج بالكيميكال كومبوزيشن، بدون أن يتغير من تركيبه الكيميائي. الخاصية أو الصفة الثالثة أنه الإنزيم perform its function fully under physiological condition of temperature, pH and specificity of the substrate. إذن الإنزيم يفضل الوظيفة أو يعمل وظيفة بصورة كفوءة وكاملة تحت ظروف بيزيولوجية مختلفة من إنزيم الآخر. هاي الظروف
تتضمن temperature معينة، دالة حامضية معينة، وخصوصية أو مادة أساس معينة أو خاصة للإنزيم اللي يستخدم بالتفاعل. هاي الخاصية العامة أو الصفة العامة الثالثة للإنزيمات. الصفة الرابعة للإنزيمات the difference between enzymatic and non-enzymatic reaction، الفرق بين التفاعلات الإنزيمية والتفاعلات غير الإنزيمية، أنه بالنسبة للمواد الأساس أو المادة الأساس المستخدمة بالتفاعلات الأولى يعني الإنزيمية تعطينا كفاءة عالية وسرعة عالية، بينما التفاعلات اللي تكون غير محفزة إنزيميا فإن هناك نسبة معينة تبقى من المادة، قسم منها يتحول إلى ناتج وقسم يبقى وينفقد على شكل متفاعلات أو تفاعلات جانبية، لذلك تكون أقل كفاءة من الإنزيماتيك رياكشن. وهاي النقطة هي أحد الخاصيات أو الصفات المهمة للإنزيمات، أنه التفاعل الإنزيمي يكون efficiency مالته عالية والسبيد مالته عالية ويعطينا 100% بالنسبة للبرودكت without any side reaction أو side production. بالنسبة للإكزامبل على هاي التفاعلات الإنزيمية، والتفاعل الإنزيمي اللي يصير وين؟ بالسيتوبلازم مال العضلات، يصير بالسيتوبلازم مال العضلات اللي يمتلك قدرة لتحويل الجلوكوز إلى شوجر، الجلوكوز شوجر إلى لاكتيت بكفاءة عالية تقدر ب100%. إذن هذا التفاعل المحفز إنزيميا واللي يجري بسيتوبلازم العضلات يعني يحول سكر الجلوكوز إلى لاكتيت بكفاءة تقدر ب100%، وهذا هو أحد الأشياء والخواص المهمة للإنزيمات بأنها تكون كفاءة، ونسبة الكفاءة هنا راح نشوفها أو مسجلة بأنها تكون تقريباً 100% بالنسبة للكفاءة هذا التفاعل. الخاصية أو الصفة الخامسة للإنزيمات أنه الإنزيم يقسم حسب الوحدة البنائية إلى 3 أنواع، إنزيمات تقسم حسب وحدات البنائية building structure إلى 3 أنواع. النوع الأول اللي يكون عبارة عن محتوي على single chain من البوليبتايد chain، إذن هو النوع اللي إنزيمات تحتوي على سلسلة مفردة من سلاسل متعددة البيبتيدات، وتسمى هذه بالمونومير، ومن أمثلتها ribonucleases والتريبسين. هذا أول نوع اللي يكون مونومير single chain. النوع الثاني من الإنزيمات يصنع من 2 إلى 60 سلسلة بيبتيدية polypeptide chain، واللي تسمى هذه السلاسل بالسب يونت وحدات الثانوية أو البنائية للإنزيم، وهذا النوع يسمى بالأوليغومير مثل الهيكسوكاينيز اللي مهم جدا خاصة في أول خطوة من خطوات الجلايكولايسيس اللي يتم بها فسفرة الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت. النوع الثالث حسب البيلدينج ستراكشر للإنزيمات هو المالتي إنزيم كومبلكس، إنزيمات متعددة الوحدات، معقدة إنزيمات متعددة الوحدات، وهذا هو عبارة عن نمبر عدد أو مجاميع من الإنزيمات ترتبط مع بعضها، مثل من؟ مثل البايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس. هذا النوع يعتبر من المالتي إنزيم كومبلكس. نستمر بالخواص العامة للإنزيمات، والنقطة اللي بعد هاي النقطة الخامسة هي النقطة السادسة اللي تحكي عن أنه some RNAs يعني حامض النووي الـ RNA اللي هو can act like enzyme، ممكن أن يعمل مثل الإنزيمات، يعني شنو؟ يكون عنده catalytic يحفز the cleavage and synthesis of phosphodiester bound، ولذلك يعتبر عمل كإنزيم. وهاي النقطة مهمة جدا في أنه تدللنا أنه نسبة الإنزيمات اللي قلنا هي عبارة تعريفها أنه بروتينات، هي ليست 100% راح تكون الإنزيمات بروتينات كلها، ولكن بعضها قد يكون RNA لأنه
وظيفته راح تكون هي وظيفة محفزة، مثل وتسمى هاي الـ RNA اللي لها وظائف محفزة بالرايبوزومز. الرايبوزومز إذن هي عبارة عن RNA with catalytic activity، وبذلك راح يكون هناك فرق، لأنه مثل ما نعرف أنه البروتينات الحجر الأساس إلها والأمينو أسيد، أما الـ RNA فالحجر هو قواعد نيتروجينية ترتبط مع مجاميع فوسفيت لتكون السكر لتكون النيكليوتيدات. فلذلك راح تكون العلمية الأدق أنه مو كل البروتينات الإنزيمات بروتينات، ولكن تقريبا 99% منها البروتين، وبعض الإنزيمات أو اللي تعمل عمل محفز للفعالية المحفز لفعالية ولإكمال التفاعل وتحفيزه هو راح يكون RNA. النقطة السابعة من خواص الإنزيمات هي أنه كل إنزيم له صفات معينة، يحتوي على الأكتيف سايد موقع فعال، ويحتوي على سبستريت مادة أساس. السبستريت المادة الأساس هي المادة اللي on which the enzyme act اللي يعمل عليها الإنزيم. وهنا نلاحظ هذا الشكل، فإنه الرياكتانت in biochemical reaction يسمى بالسبستريت أو المادة الأساس. وهنا نلاحظ أنه المادة الأساس join with the enzyme بهذا الموقع اللي هو هذا الأكتيف سايد. هذا الأكتيف سايد، فمن أجي أعرف الأكتيف سايد، فالأكتيف سايد هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن pocket أو cleavage، وعبارة عن جيب أو انبعاجة بالإنزيم متكونة من أمينو أسيد، سيكونس معين للأمينو أسيد اللي يكون slightly bounded with substrate. فهنا substrate راح يسوي يرتبط مع هذه الأكتيف سايد وإنزيم. ارتباط الإنزيم مع substrate راح يكون معقد، يسمى إنزيم substrate complex. وهاي الصفة لكل الإنزيمات، والخاصية أنه كل إنزيم لازم أكو substrate يعمل عليها. الأكتيف سايد ممكن أن نقسمه إلى تقسيم أعمق، اللي هو راح يكون إلى جزئين: binding site محل الارتباط، وهو اللي يختار المادة الأساس وترتبط به، اللي تختار المادة الأساس وترتبط به، والكاتاليتيك سايد مكان التحفيز اللي يفضل أن يكون أو يجري عليه يعمل الإنزيم، أو يكون perform the catalytic action فعالية التحفيز تجري من قبل الإنزيم بهذا الموقع. إذن الأكتيف سايد يقسم ب further divided إلى binding site و catalytic site. النقطة الثامنة وهي نقطة مهمة جدا بخواص وصفات الإنزيمات، اللي تحكي عن الايزو انزيم، نظائر الإنزيم. The term iso enzyme، مصطلح الإنزيم هو عموما هو يستخدم to particular enzyme maintains the same catalytic function throughout the body. إذن هو عبارة عن مصطلح يخص الإنزيمات، هو عبارة عن مصطلح يخص الإنزيمات يستخدم يؤدي نفس الوظيفة التحفيزية بالجسم. But شنو الأيزو إنزيم؟ شو نظر الإنزيم؟ exists in different form within the same individual، ولكن موجودة بأشكال مختلفة. إذن هي تؤدي نفس الوظيفة ولكن أشكالها مختلفة عن الإنزيم. هاي نظائر الإنزيم. كذلك يجب أن نعرف أنه الإنزيمات أغلبها تكون برو إنزيم أو زيموجين. شنو برو إنزيم أو زيموجين؟ برو إنزيم أو زيموجين هي الـ inactive form للإنزيم. فار سم إنزيم، بعض الإنزيمات تكون digestive enzyme، إنزيمات هاضمة، واللي عادة مكانها الأصلي للإفراز من الأعضاء يكون وجودها بشكل structurally inactive form، يكون وجودها بشكل غير فعال. Other enzyme later alter the structure of the proenzyme to make active site available by hydrolysis specific enzyme acid residue. إذن بعض الإنزيمات هاي الموجودة زيموجين أو inactive موجودة، لاحقا ممكن أن يصير بها كلافيج أو هيدروليسيس لأحماض ما ينقص أحماض حتى تحول لأكتيف سايد وتؤدي وظيفتها. سبب عدم أو وجودها على شكل زيموجين هاي الإنزيمات بهاي الأعضاء أنه الميكانيكية
هذه اللي هي وجودها كزايموجين تعتبر ميكانيكا prevent digested enzyme from digesting their place of the synthesis، حتى تمنعها من هاي الانزيمات الهضمية من هضم المكان اللي هي صنعت به. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق هاي انه تكون زايموجين او برو انزيم بوقت الاحتياج، صح يصير بها قصر او تحلل لبعض احماض الامينيه حتى تحول الى اكتف فورم تروح تؤدي وظيفتها. اما بالحاله الطبيعيه هي هاضمه فيجب ان تتواجد شنو على شكل ان اكتف زايموجين حتى ما تسوي دايجستنج للبليس اللي هي تصنع به. النقطه العاشره او الاخيره من هاي الصفات هي انه different form may be differentiated from each other based on certain physiological or physical properties، ممكن ان نميز بين مختلف الاشكال ببعض الخواص الفيزيائيه مثل الالكتروفوريتيك موبيليتي اللي هي حركتها بالرحيل الكهربائي، الاذابه او ريزيستنت مقاومتها وغيرها من الاشياء. بالاضافه لهاي كل اللي قلناه انه البيزك انزيم ستراكشر يجب ان يتواجد به او يحتاج الى الكو فاكتور والكو انزيم اللي تكون نسري للانزيم اكتيفيتي، واللي راح نتناولها بالسلايدات الجايه بصوره اكثر تفصيل لهاي المادتين اللي او التركيبين اللي هو مساعد العوامل المساعده ومساعدات الانزيم، واللي مثل ما أشارت أنه تكون نسري للإنزيم أكتيفيتي. أسرع نتناول أول شيء بالنسبة لهاي التراكيب اللي هي تكون نسري فور إنزيم أكتيفيتي الكوفاكتر. راح أبدأ بالكوفاكتر. فالكوفاكتر هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مواد سبستنس تكون أما أرغونيك أو الأورغانيك، مختلفة مواد تكون أما عضوية أو غير عضوية ضرورية لوظيفة الإنزيم، وتكون وتعتبر نانو بروتين سبستنس مواد غير بروتينية اللي تكون معقد مع الإنزيمات يكون ضروري لتأدية فعاليته essential for their activity. هذه قد تكون عبارة عن أيونات معدنية مثل أيون أو كوإنزيم أو مساعدات إنزيمية أو مواد مثل الميتاليك أيرون حديد المعدني أو الكوإنزيم، واللي تكون مرتبطة مع الإنزيم لغرض أنه هاي تكون حتى الإنزيم شنو يؤدي وظيفته. هنا المخطط الكوفاكتر هو عبارة عن نونو بروتين اللي يحمل التفاعل الكيميائي ويؤدي إلى أن يكون أكتف الإنزيم. الكوفاكتر يكون أما أورغانيك كوفاكتر أو أن أورغانيك كوفاكتر. هذا الكوفاكتر هنا لاحظوا وهذا الإنزيم، فبدون الإنزيم بدون الكوفاكتر ارتباطه بهذا الإنزيم هذا الجزء الغير بروتيني راح يكون بدونه يكون is not active، بينما إذا ارتبط هذا الكوفاكتر اللي هو يكون أورغانيك أو أنغورغانيك فراح يؤدي إنه يسوي للإنزيم يكون activation أو يجعل الإنزيم active ويؤدي عمله، وبالتالي الإنزيم راح يؤدي عمله ككاتاليست. وبصورة أدق ممكن أن نشوف أنواع الكوفاكتر. فالإنورغانيك كوفاكتر هي عبارة عن there are the inorganic molecule جزيئات غير عضوية required for the proper activity of enzyme. مثل example على الإنورغانيك كوفاكتر هو الكربونيك انهيدريز كإنزيم يحتاج على أيون الخارصين لفعاليته، والهيكسوكاينيز يمتلك الكوفاكتر مغنيسيوم اللي يحتاج حتى يؤدي فعاليته. أما الأورغانيك كوفاكتر المساعدات العوامل المساعدة العضوية فهي عبارة عن المولكيول أورغانيك مولكيول ريكوايرد لبروبير أكتيفيتي أوف إنزيم، إكزامبل عليها جلايكوجين فوسفوريليز اللي يحتاج سمول اورجانيك مولكيول جزيئات عضوية صغيرة مثل البايرودكسال فوسفيت. هاي المادة او هاي الجزيئة تكون جزيئة عضوية او كوفاكتر عضوي يحفز او يساعد ينشط يؤدي الى اكتيفيتي لانزيم جلايكوجين
فوسفوريليز، هاي أمثلة عليها. هاي بالنسبة للكوفاكتر. أما الكو إنزيم مساعدات الإنزيم فهي عبارة عن أورجانيك نون بروتين مولكيول، هي جزيئات غير بروتينية عضوية ترتبط مع البروتين، مع البروتين مولكيول مع جزيئة البروتين، وهذه تعتبر أبو إنزيم يعني نون بروتين بارت، اللي هي تكون أما كو إنزيم أو كو فاكتر، حتى تكون بارتباطها مع الجزء البروتيني تؤدي إلى تكوين الإنزيم الفعال أكتيف إنزيم، اللي كله راح يكون كأبو إنزيم وكبروتين اللي هو نون بروتين والبروتين الجزء البروتيني، اثنينهم راح يسوون الهولو إنزيم والإنزيم الكلي اللي هو الأكتيف فورم. عادة الكو إنزيمات تمثل أو أمثلة الإكزامبل على الفيتامينات، واللي ممكن أن ترتبط مع الإنزيم، وهاي دائما ارتباطها يكون بالإنزيم سبستريت كومبلكس. ومن أمثلة الإنزيمات أو مساعدة الإنزيمات اللي تكون كو إنزيم هي الـ FAD اللي هو فلافين أدينين دينيكليوتايد، أو الـ FMN اللي هو فلافين مونو نيكليوتايد، أو NAD اللي هو نيكوتينامايد أدينين دينيكليوتايد، أو الـ NADP نيكوتينامايد أدينين دينيكليوتايد فوسفيت. هاي أهم الكوإنزيم اللي تستخدم للأكتيفيشن للإنزيمات. الآن نجي إلى موضوع آخر وهو بعض استخدامات الإنزيمات. طبعاً الإنزيمات لها كل استخدامات هواي، ولكن بعض استخداماتها المهمة. فالإنزيمات هي excreted from animal or plant tissue on a large scale and then purified for the following purpose. إذن هي تستخلص من الحيوانات، أنسجة الحيوانات والنباتات، وتكون لها مرحلة تنقية حتى تؤدي عديد من الأغراض. أهم الأغراض اللي تؤديها الإنزيمات فهي تستخدم لستدي a pathway of biological reaction، تستخدم لدراسة مسارات التفاعلات البيولوجية، and regulate the reactions taking place in the pathway، وتستخدم لتنظيم هاي المسارات التفاعلية. ثاني شيء، هاي الإنزيمات أو مستخلص الإنزيمات تستخدم لدراسة structure of the action of enzyme، دراسة تركيب فعالية الإنزيم and their mechanism، يعني ميكانيكية تفاعل الإنزيم، تستخدم لدراسة ميكانيكية التفاعلات الإنزيمية. الاستخدام الثالث للإنزيم هو يستخدم بالإندستري، بالصناعة للبيولوجيكال كاتاليست، يستخدم بصناعة البيولوجيكال كاتاليست المحفزات الإنزيمية، وتستخدم تصنيع الهرمونات مثل مانيفاكتور تصنيع الهرمونات وبعض الأدوية. وأخير استخدام شائع لهذه الإنزيمات المستخلصة والمنقى هي تستخدم لدراسة تأثير الإنزيمات تأثر هاي الإنزيمات في مجرى الدم، يعني أكو إنزيمات موجودة مجرى الدم بالإنسان بصورة طبيعية، فتدرس هذه الإنزيمات لغرض أن تكون إنديكيتر أو كاشف أو ماركر لحدوث الحالات المرضية أو بعض الحالات الخاصة المرضية، مثل ما راح نشوف أنه إنزيمات معينة ترتفع وتنخفض تعطينا إنديكيشن أو دياغنوسيس لبعض الحالات الديزيز اللي تصيب الإنسان، وتكون مفيدة جدا حتى تشخص لتشخيص هذه الحالات المرضية، حتى يستطيع الطبيب أن يطي العلاج على ضوء التشخيص اللي يظهر من نتيجة هذا الخلل في هاي الإنزيمات. هاي بعض استخدامات الإنزيمات اللي شفتها أنه مشاع، ولكن هي تستخدم أكثر من هذا الشيء. المهم أهم الاستخدامات هذه الاستخدامات اللي وضحتها بالأربع نقاط اللي ذكرتها قبل قليل. بعد أن أخذنا تقريبا 10 نقاط من خواص الإنزيمات وخذنا بعض استخدامات الإنزيمات، الآن راح ننتقل إلى صفات الإنزيمات. بعض صفات الإنزيمات some characteristics of enzymes. طبعا أول صفة للإنزيمات إنه الإنزيمات أغلبها تحتوي على active site، موقع فعال. تعريف active site هو عبارة عن
special pocket أو ركلفة مثل ما قلت، هو عبارة عن جيب أو انبعاجة خاصة وين بالإنزيم مولكول في جزيئة الإنزيم، متكونة من contains أمينو أسيد، متكونة من أحماض أمينية اللي شنو participate تشارك فيه substrate binding and catalyst اللي تساهم بارتباط السبستريت وبعملية التحفيز. هذا أول صفة موجودة بأغلب الإنزيمات. ثاني صفة بالإنزيمات هي الكاتاليتيك إفشنسي، كفاءة التفاعل الإنزيمي، ومثل ما وضحت أنه التفاعل الإنزيمي راح يكون أفضل من التفاعل غير الإنزيمي بالعديد من المرات، وهذه النقطة هنا راح تتوضح اللي تشير أنه الإنزيم كاتاليتيك رياكشن تفاعلات المحفزة إنزيميا هي عبارة عن تكون فاستر ب 103 إلى 108 مرات عن التفاعلات الغير محفزة إنزيميا. لذلك ينصح أو يكون وجود إنزيمات أو دورها جدا مهم بسرعة التفاعل عن التفاعلات الغير إنزيمية. طبعا النقطة اللي بعدها اللي هي من ضمن الكاركترستيك للإنزيمات هي السبيسيفيتي، الخصوصية، والخصوصية أنه التفاعل يكون بين الإنزيم مع مادة يعني مادة أساس واحدة أو أكثر، ويحفز تفاعل واحد من التفاعلات الكيميائية، إذا يتفاعل مع أكثر من مادة أساس ويؤدي إلى تحفيز تفاعل واحد. هاي الخصوصية ممكن أن نشوف لها أو إشارات، مثلا أنه الخصوصية هي interacting with one or a few substance، هي تفاعل بين مع مادة أساس واحدة أو أكثر، ولكن التحفيز يكون لتفاعل كيميائي واحد. الانزيم سبيسيفيتي تكون الانزيمات هاي سبيسيفيك ان نيتشر، تكون عالية الخصوصية بالطبيعة وتتفاعل مع مادة واحدة او اكثر مادة الاساس وتحفز تفاعل فقط تفاعل كيميائي واحد. السبستريت سبيسيفيتي از ديو تو كومبليت فيتنج اوف اكتيف سايت اون سبستريت، خصوصية المادة الأساس ناتجة أو تعزى إلى أنه التوائم أو التوافق التام مع بين الأكتيف سايد الموقع الفعال والمادة الأساس. فمثل مثال على التوافق التام هذا التفاعل اللي هو أوكسيد ريدكتاز دو نوت كاتاليست هيدروليز رياكشن، يعني الإنزيمات الأكسدة والاختزال ما تحفز تفاعلات أو التفاعلات التحلل بوجود الماء، and hydrolysis والانزيمات تحلل الماء ما تحفز تفاعلات الأكسدة والاختزال. يعني كل تفاعل مثل ما أشرنا أنه تكون شنو only one type of chemical reaction. بالنسبة لأنواع الانزيم specificity اللي هي راح تكون مختلفة، أما تكون bound specificity أو group specificity أو absolute specificity أو optical أو stereo أو dual، هاي أنواع ال specificity الموجودة للإنزيم. راح نتناول كل واحدة فد كلام قصير عنها حتى نعرف شنو هي. راح نبدأ إلى أول واحدة bound specificity، هاي النوع الإنزيم يتفاعل مع السبستريت اللي تكون متشابهة بالتركيب وتتضمن نفس العصرة، نفس أنواع نوع العصرة، مثل الأميليز اللي يتفاعل مع الجلايكوسيديك باوند، يعني العصرة الجلايكوسيدية اللي تربط بين جزيئات الكربوهيدرات اللي هي ألفا ون فور، وخاصة الأميليز راح يتفاعل بالذات مع الستارتش والديكسترين والجلايكوجين، وتكون الارتباط يكون السبيسيفيستي بطريقة أو بوضعية أو بخصوصية معينة. هذا الباوند يعني ارتباط عن طريق أو خصوصية ارتباطية أو خصوصية ارتباطية. نجي على النوع الثاني من السبيسيفيستي اللي هي جروب سبيسيفيستي. الجروب سبيسيفيتي إذن هو شنو؟ is this type of specificity، هو نوع من الـ
خصوصية اللي يكون الإنزيم is specific not only to the type of bond، يعني مو خاص لنوع من الارتباط، ولكن شنو also to the structure surrounding، التراكيب المحيطة به. example على البيبسين اللي هو endo peptidase enzyme اللي يسوي hydrolyze central peptide bond، يحلل peptide bond in which the amino group belong to aromatic amino acid مثل ليش؟ مثل الفينول انيلين، التايروسين والتريبتوفان. النوع الاخر من السبيسيفستي اللي هي سبستريت سبيسيفستي. السبستريت سبيسيفستي in this type of specificity the enzyme act only on one substrate، في هذا النوع من الخصوصية الانزيم يتعامل او يتفاعل او يعمل على فقط مادة اساس واحدة، مثل ايش؟ اليوريكاز اللي act only on uric acid اللي هي تكون substrate يوريز، او يوريك اسيد تكون substrate لليوريكاز، فقط يعمل على اليوريكاز، يعمل على اليوريك اسيد فقط. المالتيز مثلا اللي هو يعمل على الدايسكراد اللي هو المالتوز، فيعمل على تجزئة المالتوز اللي يكون المالتيز هو specific to this substrate اللي هي المالتوز. النوع الآخر من الخصوصية هو الأوبتيكال أو ستيريو سبيسيفستي اللي هي الضوئية أو الفراغية. في هذا النوع من السبيسيفستي الإنزيم is not specific to substrate but also to the optical conversion، إلى الهيئة الضوئية مالته. مثال على دي أمينو أسيد أوكسيديز على من؟ يتفاعل فقط على شنو؟ دي أمينيز. أما الال أمينو أسيد أوكسيديز يعمل على من؟ على فقط الـ L أمينو أسيد. النوع الأخير من الـ specificity اللي هو dual specificity، الخصوصية المزدوجة أو الثنائية. فالدول أما يكون هذا النوع أو هذا النوع، هذا النوع يحكي أنه هاي الخصوصية تعمل على نوعين two type. فالإنزيم يمكن أن يعمل على مادة واحدة أساس ولكن بنوعين من التفاعل، مثل isostrate dehydrogenase اللي يعمل على الايزوستريت اللي هي مادة واحدة بس بواسطة الأكسدة متبوعة بديكربوكسيليشن، واللي يكون هنا رياكشنين أوكسيديشن وديكربوكسيليشن. أما هنا الدول الثنائي هنا لا، يكون تو سبستريت بس تفاعل واحد، مادتين اسيد مستوى، مثل الزانثين اوكسيديز انزيم يعمل على الزانثين والهايبوزانثين، اثنين سبستريتات بس شنو التفاعلين؟ شنو اثنينهم؟ تكون تفاعلات اكسده اوكسيديشن. هاي نحكي على الخصوصيه اللي هي دول سبيسيفستي. هاي كل انواع الخصوصيه اللي موجوده بالتفاعلات الانزيميه. طبعا الصفه اللي بعدها الكاركترستيك اوف انزيم هي الهالو انزيم اللي حكينا عنها، انه بعض الانزيمات some enzyme تتطلب جزيئات بروتينيه، اكثر من جزيئات بروتينيه للتفاعل الانزيمي، يعني الانزيم هو جزء بروتيني ويراد له اجزاء غير بروتينيه الساعده اللي يسموها الابو انزيم، اللي هي عباره عن الانزيم بدون الاجزاء البروتينيه مويتي and it's inactive the protein part of enzyme. فجزء البروتين اللي يكون inactive راح يشينه، شلون يصير هالو اكتيف؟ من نضيف له شنو؟ نضيفنا النون بروتين بارت اللي هو الكوفاكتور، فالاوبو انزيم راح ينضاف له النون بروتين بارت يعطينا الهالو انزيم. الكو انزيم عادة يكون يرتبط مع الانزيم ويرجع الى اصله او شكله الاصلي، ويسمى بهاي الحالة البروستاتيك جروب، المجاميع الرابطة. الصفة القبل الأخيرة هي التنظيم، فالإنزيمات فعاليتها تتنظم بزيادتها أو نقصانها increase أو decrease اعتمادا على شنو؟ على معدل الإنتاج، على معدل النواتج تكون استجابة لشنو؟ السيلولار نيد. يعني هنا السيلولار نيد بالنسبة للنواتج إذا زادت فراح يصير بالتبع increase، وإذا قلت راح يصير
decrease قصدي، وإذا قلت راح يصير في increase بالإنزيم activity حتى يعطينا نواتج، حتى دائما تكون عالة الهيموستاسيس الاتزان موجودة. أما بالنسبة للكاركترستيك الأخيرة فهي location within the cell. Many enzymes are located in specific organelles within the cell, serve to isolate the reaction substrate or product from other competing reaction. This provide a variable environment for the reaction. إذا اللوكيشن موقعها تتواجد ب organelles يعني عضيات خاصة داخل الخلية، وتعزل حتى شنو تكون خاصة لتفاعل مواد أساس، لتفاعل مواد أساس ولإنتاج لإنتاج السرعة أو التحفيز الكامل للتفاعلات. هاي بالنسبة لأغلب الصفات أو الكاركترستيك بالنسبة للإنزيمات. بعد أن أخذنا هاي الفكرة العامة عن الإنزيمات، تعريفها، بعض المصطلحات المهمة، خواصها، استخداماتها ورما تنقى وتستخلص وتنقى، وخواصها، راح ننتقل إلى الإنزيم classification and nomenclature، يعني تسمية الإنزيمات. تسمية الإنزيمات طبعاً بالبداية لازم نعرف أنه each enzyme is assigned two names. طبعاً هو هنا كاتب two names، وعادة ينضاف لها نوع ثالث من الإنزيمات اللي هو لا يكون النوع الأول أو النوع الثاني من اللي راح نذكرهن. الإنزيمات راح تكون أما recommended name يكون short، وهو يستخدم بصورة كثيرة، أو الثاني اللي يكون أكثر تمام اللي هو يسمونه هذا الاسم الشائع وهذا الاسم النظامي. طبعا كل واحد راح يكون له طريقة بالتسمية مالته. أما النوع الثالث فراح أشير له بعد قليل. بالنسبة للنوع الأول اللي هو recommended name، الاسم الشائع اللي هو عادة هو اسم شائع بحيث نضيف السفكس ASE اللاحق ASE حتى يدلل على الإنزيم. لذلك أنا دائما أقول إنزيم باوع ASE هذا معناه إنزيم، نضاف المن إلى السبستريت المادة الأساس، يعني المادة الأساس نضيفها مثل يوريا نخليها يوريس، مثل يوريك أسيد يوريكيز مثل ما أخذنا قبل شوية، وهاي طبعا مثل ما قلنا مثل لاكتيت لاكتيت دي هيدروجينيز، وهكذا يدلل على الإنزيم هو أنه المادة الأساس نضيف لها المقطع ياسي. هاي الطريقة تستخدم للتسمية. هاي التسمية عاقتها شنو؟ أنه كثرة اكتشاف الإنزيمات، يعني آلاف الإنزيمات اكتشفت، فإذا بهالطريقة راح يصير تداخل بالتسمية. لذلك وجدت طريقة السيستميك نيم اللي هي الطريقة النظامية. وقبل ما أدخل بطريقة السيستميك نيم لازم أشير إلى حقيقة أنه أكو تريبال نيم أو تريبل نيم، الاسم العادي أو المجهول اللي ما يكون لا سيستميك ولا ريكومندد، لأنه ريكومندد ميستا ASE والسيستميك ميستا أنه أرقام وأحرف تشير الإنزيم. هذا الإنزيم هو إنزيم بس لا هو سيستم، لا بي ASE ولا هو أرقام. من أمثلته اللي هو مثل تريبسين، شو بعد تريبسين أو البيبسين، ذا إنزيمات، إنزيمات هاضمة بس لا بيهن ASE ولا هن أرقام وأحرف حتى نقول تسميتهم سيستم. لذلك من خلال هذه الحالة الشاذة بين الاثنين راح أقدر أقول إنه النيوموكليتشر للإنزيمات تقسم إلى ريكومند نيم و تريبل نيم والسيستميك نيم. خذت الريكومندد وحكيت عن تريبل، احنا نجي احكي عن السيستميك نيم. بس قبل ما احكي عنها اباوع هاي الاكزامبلات بالجدول اللي مقسمه الى ثلاث اقسام، كل وحده تجي على السبستريت ضايف لها الاي اس اي حسب السيستميك نيم، وايش تعطينا برودكت من تشتغل على هاي الماده الاساس. فاللاكتوز مثلا لاكتوز بالاو سبستريت راح يجيها انزيم يصير ايز لاكتيز، هذا اللاكتيز يجزء اللاكتوز اللي هو دايسكرايد الى جلوكوز وغالكتوز. المالتوز اللي هو ايضا دايسكرايد مالتيز يجزء الى جلوكوز جلوكوز، والسيلولوز الى سيلوليز اللي هو جلوكوز جلوكوز
يجزء والليبيد لايبيز يجزء الجليسرول وفاتي اسيد وستارتش اللي هو النشا اللي هو عباره عن بولي مونوسكرايد اللي هو جلوكوز مرتبط مع بعضه. الاميليز يتجزء الى سكرات ثنائيه مثل المالتوز، والمالتوز ممكن يتجزء مثل ما قلنا فوق بواسطه المالتيز. اما البروتين فان الوحده الاساسيه مالته هو البوليبيبتايد اللي تتكون كذلك من الاحماض الامينيه، فالبروتيز عظمات او انزيمات اللي تشتغل على البروتين وتجزء الى بيبتايد وبوليبيبتايد، يعني دايبيبتايدات بسيطه وبيبتايدات متعدده، واللي تتجزء مستقبلا الى الوحدات الاساسيه اللي هي امينو اسيد. هاي بعض الاكزامبلات على الريكومندد نيم. السيستميك نيم، طبعا اول شيء لازم نعرف انه سيستميك نيم، طبعا سيستميك نيم هي التسميه النظاميه، تسميه نظاميه للانزيمات، تسميه نظاميه للانزيمات. وهاي التسميه لازم نعرف انه اعتمدت على ارقام وعلى احرف. فالسيستميك نيم تصف نيتشر اوف ذا رياكشن، طبيعه التفاعل اللي يحفزه الانزيم، واللي يكون خاص وبارقام او كود خاصه، يونيك، مفرده خاصه بهذا الكود، خاصه بهذا الانزيم. يعني ما ممكن يتكرر رقم انزيم ويشبه رقم انزيم ثاني بهاي الطريقه. لذلك نجحت هاي الطريقه وخلتنا قد ما تكتشف انزيمات ممكن ان نخلي لها اسم بالسيستميك نيم. والسيستميك نيم انزيم يقسم لنا التسميه حسب الكلاسات، يقسم حسب اصناف التفاعلات اللي تؤديها الانزيمات، حيث وجدوا الاتحاد العالمي للتسميه اللي لقى طريقه انه قسم تفاعلات الانزيم الى 6 اقسام، كل قسم طارقم من 1 إلى 6. فمن نبدي نقرأ الإنزيم، أول ما نقرأ الرقم راح نقدر نعرف أنه هذا الرقم شي يدلل على أنه يا تفاعل يحفز هذا الإنزيم، وبالتالي كل رقم راح يكون خاص لإنزيم معين، خاص لإنزيم معين، ما ممكن أن يتكرر رقمين لإنزيم نفسه. فمثلا الأول إنزيم، أول نوع أو كلاس هو الأوكسيدو ريدكتيز، أوكسيدو ريدكسيز. وهاي الأوكسيدو ريدكسيز يصير بها تنظيم لانتقال الإلكترونات، وتشمل إنزيمات الأكسدة والاختزال، فهي تحفز تفاعلات الأكسدة والاختزال بين المادتين الأساس. ثاني صنف هو ترانسفيريز، ناقلات أو مجاميع الناقلة أو الإنزيمات الناقلة، وهي تحفز نقل مجموعة من غير الهيدروجين من مادة أساس إلى مادة أساس أخرى. هيدروليز هنا طبعا أكيد هيسوي تكسر للآصرة، بس شنو؟ بإضافة مي. اللايز وهي الإنزيمات اللي شنو؟ اللي تكون إلى حذف مجموعة من المادة الأساس لإنتاج مركب، وتعمل هذه بدون مي. مثل اللايز هاي عبارة عن إزالة مجموعة من المادة الأساس بدون تحلل مائي، والناتج راح يتكون أو تتشكل آصرة مزدوجة. الأيزومريز إنزيمات المناظرة، وهي تحفز تفاعلات التناظر وتتضمن على تفاعلات التناظر، وهي اللي تحفز تفاعلات الهندسية والضوئية اللي يصير بها نقل بالأيزومر أو النظائر الموقعية مثل DOL وألفا وبيتا. آخر صنف صنفوه اللي هو رقم 6، اللي هو عبارة عن اللايجيز، إنزيمات الرابطة اللي تربط جزيئات المادة الأساس، اللي مثل البايروفوسفيت اللي ترتبط مع الأدينون ترايفوسفيت أو المركبات المشابهة لها، وهي الإنزيمات الرابطة. هاي التقسيمات بالسيستميك نيم ككلاس كصنف. لذلك هنا راح هذا المخطط يختصر لنا الأنواع الستة. فالإنزيم كلاس اللي هو أوكسيدو ريدكتيز يفعل لنا التفاعل يا نوع ريدكشن أوكسيديشن، الإكزامبل مال لاكتيا ديهيدروجينيز، ترانسفير ريز كيميكال جروب، مو كيميكال جروب، هايدرو إكسوكاينيز
hydrolase اللي هو hydrolase bound cleavage with transfer of functional group of water نقل جزيئات مي اللي هي عبارة عن lysosome lyases اللي هي non hydrolytic bound cleavage تكسر بدون مي اللي هو fumarase isomerase اللي هي اللي هو عبارة عن intramolecular group transfer isomerization lactose phosphate isomerase والربط اللي هي synthesis of a new covalent bond between substrate using adenosine triphosphate hydrolase مثل RNA polymerase انزيمات ال RNA polymerase. هذه طبعا أنا آسف للإطالة وأعرف أنه صيام، ولكن هاي الفقرة أو السلايد الأخير اللي يوضح التسمية أو مثال على التسمية. طبعا التسمية اللي وضعوها هم الانترناشنال يونير أوف بايو كيمستري اللي هي الاتحاد الكيميائيين العالمي، وخلى هاي التسمية عبارة عن حرفين وتجي وراها أرقام، راح نجي نباوع كل حرف شيء. طبعا أول شيء الإي سي وإنزيم كومش لجنة الإنزيمات، وبعدين ورا لجنة الإنزيمات راح يجي رقم الكلاس هنا 2 ومعناه ترانسفيريز، ثم يجي الرقم 7 اللي هو السب كلاس لهذا اللي هو يتعلق بالفوسفو ترانسفيريز، ينتقل مجموعة الفوسفات، ثم يجي بعد ذلك رقم 3 اللي هو سب سب كلاس يعني صنف فرعي للفرعي اللي هو عبارة عن يقبل مجموعة نيتروجين، وأخير شيء هذا الرقم الاعتباط اللي هو أبدا هنا راح وجوده يضمن عدم تكرر اللي هو إنزيم نمبر within sub sub class اللي هو رقم اعتباطي يوضع ويفرق حتى لو تساوت الإنزيمات بهذه الأرقام، فأكيد ما راح تساوى بالرقم الأخير، وبذلك راح نقدر نسمي العديد من الإنزيمات بهاي الطريقة. أكون لهنا قد أنهيت اليوم الأول من الورشة، أرجو أن أكون ما طولت عليكم، أرجو أن تكون مفيدة لكم، أتمنى لكم صيام مقبول، وإن شاء الله باشر راح نلتقي بالجزء الثاني من الورشة، وبنفس التوقيت راح يكون 9 يعني باشر الاثنين يوم 3/4 الساعة 9 راح ننطلق باليوم الثاني أو المادة الثانية من الورشة. أتمنى تكون الفائدة عمت لكم، أشكر لكم حضوركم تواجدكم واشتراككم، وأتمنى تكونوا سجلتوا بالرابط اللي نزلته للحضور حتى إن شاء الله يكون اسمكم موجود ضمن المشتركين بالدورة. أشكركم، لا تنسون بدعائكم، وصيام مقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.